محبي الالعاب المستقله في عيد الاسبوع دوت، لان نينتندو ومايكروسوفت قدموا عرضين مخصصين للنوع دوت من الالعاب. في الفيديو دوت انا اخترت لكم 4 العاب مميزه من كل عرض، وهقدم لكم نبذه بسيطه عن كل لعبه وميعاد اصدارها. انا وائل مانجا، وانتوا دلوقتي بتتفرجوا على مانجا 64، بوابتكم لكل ما يخص عالم الفيديو جيمز. تعالوا نبتدي الاول بعرض نينتندو اندي وورلد، واول لعبة حابب اقدمها ليكم هي بامب راش سايبر فانك، المقرر لها النزول في اوائل 2022. اللعبة ديت لعبة سكيت بوردينج وتجاوز عقبات، وبتتميز بان الميكانيكية الاساسية بتاعتها هو تنسيق الحركات مع الموسيقى. التحديات اللي اللعبة هتقدمها هتتضمن الهروب من المواجهات مع الشرطة، وكذلك التنافس مع الاخرين. ديت لعبة مميزة جدا، واظن انها تعتبر نوع من انواع التغيير لتركيبة السكيت بوردنج اللي احنا تعودنا عليها. اللعبة التانية هي Far Changing Tides، وهي تعتبر الجزء التاني في السلسلة. اللعبة بتديني نفس الاحساس بتاع العاب زي انسايد وليمبو، وبتعتمد بشكل كبير على الاستكشاف وتجاوز العقبات وحل الالغاز، ولكن اللي بيختلف في اللعبة ديت هو انك هتتحكم في الشخصية وكذلك في المركبة اللي هتكتشف فيها عالم اللعبة. محبي ألعاب ماتل سلاج بقالهم كتير جدا مستنيين جزء جديد من السلسلة، ولكن مع الأسف الشديد دوت مش هيحصل في وقت قريب. لكن عوضا عن كده تم تقديم ماتل سلاج تاكتكس لينا، والمقرر لها النزول في 2022، وهي لعبة هتبقى واخدة نفس شكل سلسلة ماتل سلاج المحبب، ولكن هتبقى لعبة تكتيك واستراتيجي. انا متوقع ان اللعبة دي هتكون على مستوى رائع جدا، وبخاصة انها في النهاية لعبة من سلسلة ماتل سلاج اللي بدون شك بتطلع دايما بمستوى لائق جدا، حتى لو كانت لعبة استراتيجي ومش ران اند جن زي ما احنا كنا مستنيين. واخيرا واحدة من اكتر الالعاب اللي انا منتظرها السنة دي سواء اندي او مش اندي هي ايست وورد، المقرر لها النزول في 17 سبتمبر. هتنزل اللعبة حصريا بشكل مؤقت على جهاز النينتندو سويتش. اللعبة ديت من المطور العبقري وراء لعبة ستاردو فالي والفريق المصمم تشاكل فيش. اللعبة هتبقى لعبة مغامرات في عالم خيالي، يعني هتبقى مختلفة تماما عن ستاردو فالي، وهيبقى فيها قتال واستكشاف واستخدام القدرات. يعني انا اظن ديت هتبقى من الالعاب المميزة جدا السنة دي، وانا متحمس جدا جدا ليها، وان شاء الله هجيبها وهعمل لها مراجعة. تعالوا ننتقل دلوقتي لعرض اكس بوكس اي دي شوكيس. اول لعبه معانا هي اولي اولي وورلد، المقرر لها النزول في 21 ديسمبر. اللعبه ديت لعبه سكيت بوردنج وتجاوز عقبات. هي مختلفه شويه عن العاب سكيت بوردنج اللي احنا تعودنا عليها، لانها مش بتحاول انها تحاكي الواقع او انها تكون واقعيه، على قد ما ان هي بتقدم تجربه ممكن نقول ان فيها نوع من انواع الكرتونيه، نوع من انواع المغامرات. يعني لعبه ظريفه جدا، اظن انها كمان لعبه خفيفه وناس كتيره اكيد هتحب تلعبها حتى لو ما لهمش في السكيت بوردنج. الجزء الثاني من أراجامي 2 لعبة النينجا المحببة، مقرر لها النزول في 17 سبتمبر. واللي بيميز حقيقي السلسلة ديت انها واقعية، النينجاز في الحقيقة ما كانوش بيعتمدوا على المواجهات المباشرة زي ما بنشوف في الكرتونات، ولكن كانوا بيعتمدوا على الخفاء. فبالتالي اللعبة ديت بتعتمد اقل على القتال وبشكل اكبر بقى على التخطيط والمواجهات التكتيكية والاستراتيجية. اللعبة ديت انا اظن انها هتبقى حلوة جدا، وارجح للناس انها على الاقل تبص على المراجعات بتاعتها. تم عرض ايضا لعبة The Big Con، وهي لعبة مغامرات. انا بحب النوع دوت من الالعاب جدا، اللي هو بيدمج المغامرات مع السرد القصصي. بتدور الاحداث حول شخصية الي اللي بتحاول انها تحمي والدتها والمحل بتاعهم من العصابات. يعني القصة تبان انها غريبة شوية، وممكن تحس انها شوية فيلم بنات في المدارس، لكن لا، الحقيقة اظن انها هتبقى لعبة مميزة. انا زي ما قلت بحب جدا الالعاب اللي بيبقى فيها نوع من انواع السرد القصصي الخفيف، واظن ان اللعبه ديت ممكن انها تعجب الناس اللي حتى كانت بتحب الالعاب بتاعت زمان بتاعت البوينت اند كليك. صحيح هي مش كده، لكن واخده شويه من روحها، لان الموضوع هيعتمد على برضو استكشاف المناطق المختلفه واستخدام الادوات ومواجهه الاعداء والتحاور مع الشخصيات اللي هتقابلها في العالم. واخيرا سامن ماكس سيف ذا وورلد، ودي تعتبر ريماسترينج واعاده اصدار. لعبه متاحه الان، وبالمناسبه هي تبان انها لعبه كرتونيه وبالتالي لعبه طفوليه، ولكن اؤكد لكم انها ابعد ما يكون عن كده، بل على العكس، يعني فيها تيمات
اظن انها مش مناسبه خالص للاطفال. ديت لعبه مغامرات مميزه جدا جدا وفريده جدا من نوعها، وارجح جدا شرائها للناس اللي بتحب العاب المغامرات. هي ممكن تاخد شويه نفس الشكل بتاع ذا بيج كون، ولكن برضو في اختلافات كبيره. اقترح عليكم انكم تشوفوا مراجعات اللعبه ديت حتى لو مش الريماستر، لانها تديكم فكره لو ديت لعبه تحبوا تلعبوها ولا لا. وبكده ابقى قدمت لكم عرض سريع جدا لاهم الالعاب اللي تم عرضها في المؤتمرين. طبعا من وجهة نظري انا عاوز اؤكد ان كان في كم العاب رهيب، ويمكن في حاجات تعجبكم وتشدكم ما كنتش اتكلمت عنها. انا بصراحة اخترت الالعاب اللي شدت انتباهي انا، واظن ديت العاب مميزة. فقولوا لي رأيكم فيها في الكومنت سكشن، قولوا لي لو في العاب انتوا من اللي انا عرضتها ديت عاوزين تشتروها، او العاب تانية انتوا شفتوها في العرض مهتمين بيها. ولو عجبكم الفيديو يا جماعة يا ريت تعملوا عليه لايك، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة يا ريت تعملوا سبسكرايب عشان تتابعوا محتوى القناة اول باول. نشوفكم على خير الفيديو الجاي.